الناس بدايه خليها ابتدي ماتش الجزائر، يعني الناس كانت حست ان المنتخب ابتدى يقف على رجله مع كارلوس كيروش، قدم عرض نوعا ما يعني افضل من كل عروض السابقه، خصوصا انا كنت بقول انه من فتره طويله ما شفناش المنتخب المصري في مواجهه منتخب في نفس المستوى او في نفس القوه. الجزائر يمكن اقوى لقاء خاضه المنتخب المصري مع مستر كيروش، ورغم كده ادينا شوط تاني كويس، لكن يبدو ان الموضوع اختلف النهارده، يعني على الاقل في الشوط الاول اللي انا تابعته اللي حضرتك تابعته واتفرجت عليه، من وجهه نظرك ايه التباين او سبب التباين ده؟ بص يا احمد، هي القصه عندنا ان الفرقه ما كانوش عايزين يقابلوا غير الاردن، احنا كنا عايزين ناخد مركز اول على اساس ان احنا نقابل الفرقه الاضعف من الاول المجموعه. ماتش الجزائر دي بدايه حقيقيه لمنتخب مصر، يعني لو قلنا مباراه اول حاجه كانت لبنان وبعدين السودان، دول خارج الطاقة تماما، خلينا نتكلم بكل امانه يعني تمام، ما لهمش علاقه تماما بمستوى منتخب مصر. الطيب الثاني في الجزائر واضح قوي ان احنا برضو احمد معلش عندنا مشكله، والمشكله دي انا شايفها ازليه لغايه دلوقتي. المشكله دي ان احنا بطاق جدا في التحضير، ومش التحضير ان انا ببدا من تحت لغايه ما اوصل لغايه لاين فيرويد اطلاقا، انا بتكلم في الاستلام والتسلم والتفكير قبل ما 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 ما, ما, ما بلعب الكوره، يعني قبل الكوره بتجيلي، ده لازم الشغل على الحته دي. الجزائر اتفرج عليها لا فرقه بتلعب وان تاتش السهل الممتنع، ايوه واحد على واحد خلاص ماشي اوكي، بستلم وبحضر وعدي واخش واعمل اللي عايز اعمله. لكن الطبيعي بتاعنا كلنا مشكلتنا في منتخب مصر حتى في الانديه، تستلم تهدى تبص تفكر تبدا تقول انا هعمل ايه، ودي مشكله. ايوه انت الكره تجيلك الاول وبعد كده تشوف بقى انا ده اللي اقصده في التحضير بالظبط. انا بتكلم افكر بقى هعمل ايه بعد ما جات لي، وان المفروض دوت لازم ده نشتغل عليه، وده هيحتاج وقت كبير جدا مننا. انا ما اقدرش احكم على كروش دلوقتي، يعني كروش دلوقتي لما تيجي تتكلم عليه الراجل هنقول في نطاق انه بيشوف، هو حط 40 اسم تمام عشان بطوله تصفيات افريقيا تمام، وهيختار 23 او منهم 27 او 28 5 اوكي معاه، لكن انا بتكلم على الشكل. انا لازم يبقى ليا شكل، انا كمنتخب مصر انا لازم يبقى ليا يعني شكل. يعني معلش افهم من كلامك انه كيروش لا يسال عن شكل ومستوى منتخب الفتره مصر؟ دي اطول فتره هيقعد فيها كيروش مع منتخب. هو مبدئيا يعني أعتقد، لكن الاساسيين بتوعك كام واحد اساسي معاك انت بره؟ عندك خمسة ستة أو سبعة دلوقتي بعد إصابة أشرف وبعد إصابة حجازي وبعد خروج مين يا ربي مين الباك رايت أكرم توفيق، أكرم توفيق عشان الإنذار تاني تمام. ضيف بقى تريزيجيه، ضيف صلاح، ضيف كامل، ضيف مرموش مصطفى محمد، وعندك في نص الملعب النني، يعني عندك ستة سبعة دول من القوام الأساسي لمنتخب مصر. طب أنا هبدأ أنا أحط بصمتي ككروش إمتى دلوقتي؟ ما لازم يبقى ليك شكل أبدأ أشتغل بيه. أنا بلعب 4-3-3 أوكي، بحط حتى لعيبة في مراكزها ما أعرفش هو وجهة نظره إيه. طب ما تخلينا سهل عليك الدنيا، طب إيه البصمات اللي شفتها لكيروش لغاية دلوقتي؟ بأمانة؟ يعني إيه حسيت فرق يعني عن منتخب مصر دلوقتي؟ أنا لسه كنت بتكلم فيه حالا دلوقتي، أنا مش حاسس بفرق، خلينا نتكلم، أنا مش حاسس بفرق، إيه الفرق اللي أنا حاسس بيه؟ معلش، يعني أنا بلعب الأردن على الورق، ايه العلاقه بين منتخب مصر والاردن من هنا لغايه الصين؟ انا بتكلم ككوره معلش، مع احترامي الكبير لفرقه الاردن، مع احترامي الكبير لكل الفرق، انت بتتكلم بمصر والاردن يعني فوت الصف الثاني او الثالث عندي، لا يبقى حاجه ثانيه قوي يا احمد معلش. انت بتتكلم في الجزائر، معلش انا لازم اتكلم في الموضوع دوت. الجزائر عندك فرقه محترمه منظمه عليها شكل، الفرقه بتلعب بشكل معين. أيوه. الخطوط متقاربه جدا، المسافات قريبه جدا، بيلعبوا لعب سهل. على الرغم ان ده منتخب الجزائر الثاني، ما لسه بتكلم اهو، ما انا بتكلم طب احنا ليه منتخب مصر الثاني ومعاه 4-5؟ يعني لو حجازي مش متعور، ولو اشرف مش متعور، ولو اكرم مش متعور، طب انت عندك 3 4 اساسيين بيلعبوا على طول، بيلعبوا الشناوي موجود، عندك 5 6 اساسيين، سوليا اساسي، الطاق اللي الخط ده كله يعتبر اساسي عندك بالنسبه لك، وبالاساس مع الشناوي ومع السولية ادي 5 6، ولو شريف ادي 7، انت عندك او قفشه، يعني انت عندك 3 الاساسيين، خلينا نقول 60% من قوام منتخب اساسي بالظبط، 60 65%. طب ليه مبقاش انت ليك شكل اصلا اللي بيه ابدا اقول هي دي الطريق؟ لازم اللي يجي عليك مفيش مشكله. هو ليه الفرق الشاسع بين محمد صلاح مع منتخب مصر ومحمد صلاح مع ليفربول؟ السرعه، تفكير، الريتم، رتمنا بطيء قوي يا احمد، يعني حتى بتلعب السودان يا راجل، بتلعب لبنان، ايه ده يا جماعه العبوا بسرعه، يعني لازم يبقى في يعني وحده في التمرين
على السرعه في التفكير، افكر قبل ما العب انا بستلم امتى وبحط امتى واشتغل امتى. بس مش لازم.